ما هو الفرق بين المسجد والجامع؟ المسجد والجامع هي بيوت الله تعالى التي يؤدي فيها الركن الثاني من الإسلام، ألا وهو الصلاة، وهو الغرض الأساسي منهما، هذا بالإضافة إلى أغراض أخرى متعددة مثل الاحتفال ببعض المناسبات الدينية كالإسراء والمعراج، وتؤدى فيهما صلاة العيد، الأضحى والفطر. وتتفق المساجد والجوامع في أمور وتختلف في أمور أخرى، سواء كانت من حيث العبادة أو الحكم الشرعي. المسجد يطلق على المكان الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس، وقد سمي هكذا لأنه مكان للسجود لله تعالى. أما أصل كلمة مسجد هي اللغة العربية القديمة، وقد تم اشتقاقها فيما بعد إلى الإنجليزية واللاتينية والفارسية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس. أول المساجد التي بنيت على الأرض هو المسجد الحرام، والدليل على ذلك رواية أبو ذر الغفاري الذي قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. وبعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى المدينة، قام مباشرة ببناء المسجد النبوي سنة 1905، والذي شكل إحدى ركائز قيام الدولة الإسلامية. أما الجامع هو مسجد خاص تؤدى فيه صلاة الجمعة بالإضافة إلى الصلوات الخمس الأخرى، ويحصل فيه اعتكاف، وسمي بالجامع لأنه يجمع الناس لأداء صلاة الجمعة. ومن حيث الحكم الشرعي فلا فرق في الإسلام بين الصلاة في الجامع الذي تقام فيه الجمعة أو المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، وعلى المصلي أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكن ما هي الفوارق بين المسجد والجامع؟ كل جامع هو مسجد، وليس كل مسجد هو جامع، لأن الجامع تكون مساحته أكبر من المسجد، ولأن المسجد تؤدى فيه الصلوات الخمس، ولكن الجامع تؤدي فيه الصلوات الخمس إضافة إلى الجمعة التي لا تؤدى في المسجد. عند إقامة الصلاة في المسجد أو الجامع، يقف إمام المسجد أمام الصف الأول من المصلين، ثم يقوم الإمام بالصلاة فيهم، ولا توجد أفضلية فيهما لغني ليصطف في الصف الأول أو فقير ليصطف في الصف الأخير، ولكن أكثرهم أجرا من يصطف في الصف الأول خلف الإمام مباشرة، ولا يوجد فرق بينهما من حيث الحكم الشرعي في الدين الإسلامي.